متصدق. يا سبحان الله. سحر الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة طعمها ساحر. الكلمة الطيبة يقدر بإبني بها الإنسان علاقات نفسية ويفتح على نفسه باب من الرحمة الربانية. الكلمة الطيبة مسك يشمها عقل المستمع وتبني بينك وبينه مودة وحب ورحمة. الكلمة الطيبة سيمبون ما بين طرفين لفرقتهم مشاكل الحياة. الكلمة الطيبة بلاط ليحكم ما بين لبنتين ويساهم في الصوليداريتي تاع الناس بيناتهم. الكلمة الطيبة وصال في العواطف الجياشة لطرفين أو أكثر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني أن الكلمة اللي قلتها الإنسان راح تعطيله أنا في بوزيتيف في كل مرة يتفكرها، راح تزيد الثقة الغالية المتناهية، نهيك عن السرور والفرح والبهجة اللي راح تدخلها على قلب. تؤتي أكلها كل حين يعني أنها صدقة جارية، كل ما يتفكرها الإنسان ترجع عليك حسنة لأنك أدخلت البهجة على قلبك، لأنه يدعي لك في هذا الموضع بالذات لأنك غرست نسمة طيبة في نفسه. في الأخير الكل يعلم مدى أهمية هذه الكلمات البسيطة اللي ما تكلفك لا مال ولا وقت ولا جهد. الكل يعلم أنها تعود من الصدقات الجارية. فالمتصدق يا سبحان الله اللي ما عندوش المال واللي عنده كلنا سواء، نتصدق على إخواننا وأخواتنا. كل ما صدقنا كانت منيحة لينا وليهم. الصدقة عمرها ما ضرت، بالعكس الكلمة الطيبة زهور في بساتين الآخرين، فلنغرس زهورا في بساتيننا. تينك يا مواطن. السلام.